أولادنا، مستقبل بلدنا، سواء علمي أو أدبي. بالنسبة للكالكولاس احنا بنكمل مشوار وبنقول عندنا شابتر واحد كالكولاس بيتكلم على حاجة واحدة بس اللي هي الليمت بتاعة الفانكشن. النهاردة بنكمل مشوار ليسون 1.7 It's about limit at infinity, the limit of a function at infinity. في هنا 6 rules you should to know very well. يعني كده هنحفظهم صم يعني ماشي. بنقول هنا اول ليميت او سوري اول رول عندنا بتقول لي ليميت 1 اوفر اكس از اكستندز تو انفينيتي ايكوال 0. الليميت بتاعت الفانكشن 1 على اكس دي لما اكستندز تو انفينيتي دي بزيرو على طول. انا بمثلها بايه؟ 1 معاه جنيه اللي هو ال1 اللي فوق، 1 معاه جنيه، والاكس اللي تحت دي تندس تو انفينيتي، يعني الاكس دي كانها داخله ماشي على مليون مليار تريليون جنيه. الجنيه يسوى ايه بالنسبه للمليار؟ ولا حاجه، زيرو. القاعده الثانيه زيها، ليميت بتاعه a over x equals zero، بس الكلام ده امتى؟ as extends to infinity، بس طبعا ال a لازم تكون real number. يا سيدي ايه معناها هنا a over x دي؟ معناها مثلا واحد معاه 20 جنيه كويس، والتاني معاه كام؟ التاني معاه بتاع دوت مليار جنيه. تسوى ايه؟ تسوى زيرو ولا حاجة، ما عادش يسوى القرش دلوقتي. يبقى هنا اي رقم على زيرو، سوري اي رقم على الانفينيتي يديني زيرو. اي رقم على الانفينيتي سواء الرقم دوت 1 سواء 10 20 اي حاجة. ليميت سوري نمبر 3 اتس ليميت اوف 1 اوفر اكس باور ان برضو از اكستندز تو انفينيتي اتس زيرو. اشمعنى؟ بس هنا في نقط، بس حاجة مهمة جدا، الان لازم تبقى بوزيتيف نمبر. يعني يقول لك 1 على اكس سكوير، 1 على اكس باور 7 ماشي، الليميت بتاعتها عند الانفينيتي بكام؟ زيرو على طول ماشي. نمبر 4 limit of a over x power to the power of n as extends to infinity بتساوي الزيرو برضو ماشي. على اساس بس الباور هنا لازم يكون بوزيتيف، لازم الان دي اللي انت بتلعب بيها تبقى بوزيتيف، والال اللي فوق يبقى ريل نمبر. ننزل للقاعده الخامسه والسادسه، خد بالك كويس قوي فيهم بقى. انا بقول لك عندي الفانكشن x over y all to the power of n ماشي، وعايزين نجيب الليميت بتاعتها، عايزين نجيب الليميت بتاعتهم عند x tends to الانفينيتي. اول واحده تديني زيرو، بس بشرط الn دي تبقى حاجه بوزيتيف ماشي، والاكس تبقى ايه؟ والاكس تبقى صغيره. الاكس تبقى صغيره، يعني مثلا هقول لك اكتب لك كده ربع والباور اعمله 5، ربع باور 5، اجي هنا واكتب لك ربع تمام، واقول لك اعمله باور كام؟ سوري نعمله باور 5، ربع باور 5 ماشي، ربع باور 5 ايوه. الربع لما تقعد تضربه في نفسه 5 مرات القيمه بتاعته بتقل مش بتزيد. امسك النص مثلا اضربه في نفسه مرتين يبقى ربع، 3 مرات يبقى تمن، اضربه 10 مرات هيديك 1000 على 1 على 1024. يا نهار ابيض، يعني الهاف او النص كل ما الباور بتاعه بيزيد القيمه بتاعته بتقل. ايوه، لانك بتتكلم عن نص، بعد كده نص النص، بعد كده بتتكلم على نص نص النص يعني ربع النص، بعد كده لما تعمله باور 4 كانك بتضرب النص في نفسه 4 مرات هيديك 1/16. المقام بيزيد بس الفراكشن ككل بيقل. طب يبقى انا هحفظ ايه؟ انا هحفظ كده اذا كانت x over y والباور بتاعها n ماشي، الاكس لو صغيره يبقى النتيجه عندي لازم تديني ايه يا باشا؟ لازم تديني الزيرو، لازم تمام. افرض بقى الباور بوزيتيف عادي، بس هنا اكس على واي، الاكس كبيره
لو الاكس كبيرة يعني مثلا 5 اوفر 2، 5 اوفر 2 يعني 2.5، حضرتك اعمل لها باور 2 اضربها في نفسها كده هتديك 25 على 4. 25 على 4 ايه ده؟ ده كده 25 على 4 يعني حوالي كام؟ حوالي 6.25. طب اعملها باور 3، باور اضربها في نفسها 3 مرات 4 مرات 10 مرات مليون مرة. كل ما بتجرب التجارب دي على الكالكوليتر بتلقى فيه الرقم بتاعك بيبقى ضخم مش صغير، ماشي؟ عشان كده لما يقول لي الليميت عند الانفينيتي بتساوي كام، نبص فوق وتحت. والله الاكس نشوف الاكس كده، لو هي اللي هو الرقم اللي فوق، لو هو رقم بسم الله الرحمن الرحيم، لو هو رقم الاكس اللي فوق لو رقم صغير يبقى النتيجة زيرو، الرقم اللي فوق لو كبير يبقى النتيجة ما عندناش ليميت، او ممكن تعملها لي انفينيتي وشكرا. هنا ما شاء الله أربع for examples starting from 39 to 42. شوف كده أول واحدة، find the limit of the function 6x square minus 1 over 3x square 3x square3x square minus plus 4x minus 1. طبعا المسألة بتاعتي أنا ببدأ فيها كده، ماشي؟ بعد كده بنقول هنا اللي مطلوب مني الليمت بتاعت الفانكشن دي، مش كده؟ كم ترم عندنا؟ we have two terms up and three terms down. المفروض بشوف x أكبر باور ليها كام، اللي هو زي ما انتوا شايفين كده x power 2. كل ترم من الخمسة اللي قدامي دول أنا لازم أقسمه على كام؟ إكس باور 2. طيب أدي أهو، اتفضل، كل ترم من الخمسة اتقسم على إكس باور 2. تيجي بقى سيادتك بعد كده تقول لي هنا النتيجة بتاعتنا. طبعا عندنا 6 جت منين؟ أنا شلت طبعا إكس سكوير مع إكس سكوير، وعندنا 1 أوفر إكس سكوير لأن دي ما قدرتش أعمل معاها حاجة، هي كده سمبليفايد. عندنا هنا مثلا اكس سكوير، شيلها مع اكس سكوير هيبقى لك 3. عندك 4 اوفر اكس مثلا جت منين؟ شلنا اكس مع اكس، خد بالك تحت عندك ايه؟ اكس سكوير، شلت منها واحده مع الاكس فاضل لك واحده تانية اهي 1 اوفر اكس زي ما هي. بس يا سيدي كل اللي احنا بنعمله بقى، شايف المنظر الحلو ده؟ كل رقم بيقابلك سيبه زي ما هو، بس لما يقابلك بقى رقم على اكس، رقم على اكس سكوير، رقم على اكس باور 3 4 مش عارف ايه، ده حطه بزيرو، لان احنا اتفقنا في بداية كلامنا اي جنيه بالنسبة للمليون ولا حاجة، العشرة جنيه بالنسبة للمليون برضو ولا حاجة. فواحد على اكس، واحد على اكس سكوير، ماشي، دي حطها لي بزيرو. فطبعا انا فاضل لي 6 فوق، فاضل لي 3 تحت، عندك 1 اوفر اكس سكوير دي هتضيع عند زيرو طبعا اهو زي ما انتم شايفين، عندك 4 اوفر اكس يبقى زيرو، 1 اوفر اكس سكوير برضه زيرو. النتيجه فين بتاعتي؟ النتيجه النهائيه 6 اوفر 3 والفاينل بتاعها 2. اكزامبل تاني نمبر 40 بيقول لي هنا طبعا فايند الليمت بتاعت الفانكشن دي از اكستندز تو انفينيتي. يبقى نفتكر القواعد بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها دي، الفانكشن تمام x over 2 فوق و x square plus 2x minus 1 down. The bigger the largest power here is 2. عندي أقوى حاجة x square، يبقى الخمس ترمات فوق وتحت دول أقسمهم على x power 2 على x square sorry. فهنا أهو أديني خدت الفانكشن، كل ترم قسمته على كام؟ على x square. تعالوا نشوف النتيجة هيبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجة x على x square صفصفة 1 over x، شلت x من فوق وتحت، 2 على x square ولا حاجة سيبها.
عندك مثلا واحد على اكس سكوير سيبه لي هنا، مثلا عندك اكس سكوير مع اكس سكوير هيديك 1، 2 اكس على اكس سكوير لا يبقى تديني 2 على اكس، شلنا اكس من فوق من تحت. بس يا باشا كده احنا ايه في السيف سايد؟ نبدأ ازاي؟ اي رقم على اكس بزيرو، اي رقم على اكس سكوير بزيرو، اي رقم على اكس كيوب بزيرو. بس المهم خليك صاحب، تخشش الامتحان تسمع كلامي ده وتطبقه على طول، اتأكد انك شغال عند الانفينيتي. الكلام ده عند الانفينيتي بس، عند رقم تاني لا ما ينفعش. المهم كل ما يقابلني رقم على اكس هشيل واحط زيرو، يبقى كده عندك زيرو زيرو، وهنا زيرو، ده زيرو، مش كده؟ فاضل لك وان بس، يبقى اللي فوق كله زيروهات واللي تحت وان. زيرو ديفايدد وان لا ده يبقى كده زيرو بقى، طالما الزيرو فوق يبقى النتيجه زيرو. ممكن مساله ما يطلع لهاش ليميت، زي اكزامبل اللي هو ايه، اللي هو 41 ده. انا عرفت ازاي بقى؟ شيخ وبنجم، مش محتاجه. لو انت بصيت فوق تلقى اكبر باور 3، بص تحت اكبر باور 2. طالما الباور اللي فوق لارجر كبير، يبقى غمض عينك كده واكتب قول له ما عندناش النهارده، حول علينا بكره، مفيش ليميت. تمام؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ تعال نشوف. دي المسألة بتاعتي، ده السؤال. 5x كيوب ماينس 1 3x سكوير بلس 1، والمفروض انا شغال عند الانفينيتي. اكبر حاجة تقابلك مين؟ اللي هي، او معلش يمكن انا قسمت على x سكوير، هنا مش اشكال. عندك ترمين فوق وترمين تحت، اقسم كل واحد منهم على كام؟ على x سكوير، وتعالى نشوف النتيجة. او اهو ادي المنظر، 1 2 3 4 كلهم اتقسموا طبعا، ما سيبش حد منهم، ماشي. والنتيجة كالآتي، أول ترم هنا عندك إيه؟ عندك إكس كيوب إكس 2، شيل 2 إكس كده، اللي تحت هتضيع خالص، فاضل لك واحدة فوق، يبقى 5 إكس فوق أهي، تمام شايفها. عندك 1 أوفر إكس سكوير زي ما هي، عندك 1 أوفر إكس سكوير هنا زي ما هي، عندك هنا إكس سكوير إكس سكوير، شيل وخد الرقم بتاعهم اللي هو 3. يبقى الشكل النهائي بتاعي بعد القسمة أهو. طيب اتفقنا خلاص، رقم على اكس، رقم على اكس سكوير الليمت بتاعته زيرو، يبقى انا هاجي مكان دول ده وده احط زيروهات اهو. بعدين هنا 3 تنزل زي ما هي. مشكلتك بقى في الخمسة اكس، الاكس معناها انفينيتي، معناها معايا مليار جنيه، يا رب يوعدنا ويوعدكم. لو الاكس بانفينيتي يبقى 2x 5x 10x بانفينيتي برضه، يعني المليون لو كتير يبقى 2 و3 و5 مليون، دول كتير جدا. فبنكتبهم ازاي؟ بنكتبهم انفينيتي. وتيجي سيادتك بعد كده تقول لي ايه؟ طب اللي تحت 3 بلس 1 3 بلس 0 يعني 3، اللي فوق مليون ماينس 0 مليون جنيه صرفت منه ولا حاجه، يبقى هو زي ما هو مليون. المليون بالنسبه لل 3 يعتبر كبير جدا، يعتبر انفينيتي، فكده الفانكشن انا اسف ملهاش ليميت. اكزامبل 42، عرفنا النظام. انا هسرع بقى شويه، هنا مديني 3 فوق و3 تحت، تمام. نبدا كده بسم الله، ونقول له الليميت بتاعت الفانكشن فين، الفانكشن دي بتاعتي اصلا، تمام. وبعدين انا هاجي هنا اقول ايه، هما 6 ترمات فوق وتحت، نشوف نقسم مثلا على اكس سكوير، تمام. اكس سكوير هنا اللي انا اخترت اكس سكوير لان هي اقوى حاجة تحت، مش اشكال، انت ممكن تشتغل بطريقة تانية وتقسم على اكس كيوب، مفيش مشكلة. المهم دول كام ترم؟ 6، هنقسمهم على كام؟ على اكس سكوير اهو، ده الشكل بتاعي. طيب اعمل سيمبليفاي ازاي؟ ادينا عملت سيمبليفاي، وصلت لهنا. هنا مثلا عندي 3 اكس، دي جبتها ازاي؟ ان شاء الله. عندك يا سيدي اكس سكوير اكس كيوب، شيل الاتنين دي، اكس سكوير دي شيلها مع اكس سكوير من فوق، فاضل لك 3 اكس. مثلا 2 على اكس جت منين دي؟ عندنا 2 على اكس، عندك اكس واحده فوق، عندك اكس مرتين تحت، شيل واحده وواحده، فاضل لك واحده تحت، وفاضل لك 2 فوق. طبعا ده زي ما هو اهو، نزل.
عندك 4x over x square يبقى 4 over x. عندك مثلا دول هت cancel x square and you will get 6. عندك ده زي ما هو مفيش مشكلة. بعد كده زي ما اتفقنا خد بالك رقم على x بحطه 0 يبقى ده عد كده معايا ادي 1 ده 0 وده 0 وده 0 وده كمان 0 اهو عندك 2 2 زيروس فوق و2 زيروس تحت اهو ماشي ادي 1 2 3 4 ركز بقى على الارقام والاكسات عندي رقم 1 تحت اللي هو 6 نزلته زي ما هو عندي 3 اكس هنا الله 3 اكس يعني 3 مليون 3 مليون مبلغ كبير يعني نسميه ايه نسميه انفينيتي شوف كل الشغل بتاعك فوق وتحت وصل لغايه فين اللي تحت عندك 006 يعني 6 عندك 00 انفينيتي يبقى انفينيتي المليون بالنسبه للسته ايه زي ما اتفقنا المليون بالنسبه للسته جنيه لا كتير قوي بقى يبقى كده ما عنديش ليميت بس يا سيدي لو example 43 يلا يا عم لو دخلنا على example 43 هنا ادي الفانكشن بتاعتي في قوسين فوق وفي ثلاثة تحت عندي هنا x minus 3 عندي 5 x square minus 1 شوف المنظر تمام ركز اقرا كويس الباور اللي تحت دوت اقوى حاجة ثلاثة الباور اللي فوق برضو ثلاثة خد بالك ليه اقول لك انا دي باور دي اكس ودي 5 اكس سكوير يعني انت لو ضربتهم وفكيت هيديك اكس باور 3 ماشي الحمد لله يبقى ان شاء الله في ليميت ركز بقى كده معايا هو انت لو قسمت على اكس كيوب يحصل ايه بس بالهلاوه يعني اللي تحت تقسمه على اكس كيوب ديفايد اكس كيوب ايتش اوف ذا 3 terms in denominator like this 1 2 3 والنتيجة بتاعتنا دول هيدوني 1 دول اختصر يبقى 4 over x ودي اختصر برضو هيبقى 2 over x square وهتكمل مشوار يبقى تقول لي 1 minus 0 minus 0 اهو خلصنا من المقام ركز معي اللي فوق اللي هو x minus 3 هقسمه على x بس اقسم هنا على x ديفايد x ديفايد x والنتيجه دي هتديني 1 والنتيجه دي هتديني 3 over x والفاينل بتاعهم 1 minus 0 اهو انا كاتبه 1 minus 0 ماشي وهنا عندي ترمين هقسم على x سكوير بقى اهو x سكوير x سكوير اعمل سمبليفاي كنسل دول فاضل لك 5 وهنا دي هتبقى زي ما هي تمام يبقى 5 minus 0 اهو يا باشا تمام يبقى انا كده عندي تحت شيل بقى الزيروهات فاضل لك 1 القوس ده هيديك 1 القوس ده هيديك 5 تضرب يبقى 1 times 5 over 5 يعني 5 انت بتقول لي يا مستر انت بتقسم بمزاجك كده هنا باور 1 وهنا باور 2 هنا باور 3 طبعا لا مش بنقلف احنا عندنا اكس كيوب تحت قسمت كل الترمات على اكس كيوب لما طلعت فوق قسمت على اكس كيوب برضو بس انت مش واخد بالك اكس كيوب كسرتها عملتها اكس واكس سكوير الاولاني قسمته على الاكس والتاني قسمته على اكس سكوير حاجة مناسبة ليهم بس في النهاية انا كده قسمت على اكس واكس سكوير يعني قسمت على اكس باور 3 حلو الكلام example example 44
اكزامبل 44 بنقول كده ادي الشكل بتاعه اهو ماشي. يا ايه ده سكوير روت وده زيه وده كوس كوس وهنا اكس. والله انا ممكن دول افكهم مع بعض. اضرب الاول في الاول هيديك ما تحت الروت اللي هو 2 اكس وتضرب واحد في واحد يبقى واحد اهو يا باشا. والاشاره ما بينهم ماينس والباقي نزلته زي ما هو. يبقى مسالتك بايه شكلها ازاي؟ مسالتك بايه شكلها كده كويس. هتيجي تقسم هنا على اكس يبقى هنا 2 يبقى هنا 1 اوفر اكس. تقسم لي هنا على اكس برضو هيبقى هنا 1 ويبقى هنا 3 اوفر اكس. انت قسمت على اكس مرتين هتنزل لازم تقسم مرتين برضو. طب نقسم الاكس اللي بره دي نقسمها على الاكس يبقى فيها الواحد. نقسم القوس كله على الاكس الاولاني هيبقى 5 والتاني هيبقى 2 اوفر اكس. بس يا سعادة الباشا اي رقم يقابلك سيبه زي ما هو. اي رقم على الاكس بزيرو اي رقم على الاكس سكوير بزيرو. يعني مثلا ده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو شيل فاضل لك 2 ماينس الزيرو اها وهنا فاضل لي 1 ماينس الزيرو اهي وعندك 5 ماينس الزيرو اهو تمام. يبقى انت كده فاضل لك ايه او سوري النتيجه بتاعتك ايه. اضرب يبقى 2 اضرب دول يبقى 5. حلو الكلام. اكزامبل 45 مديني 5x ماينس 3 على 9x سكوير ماينس 2. بسيطه والله بسيطه جدا الموضوع سهل جدا بس انت ركز معايا. مسالتك اهي تمام التمام دي المسألة بتاعتنا. ما تيجوا نقسم فوق على x 5x على الاكس اهي وبعد كده كم هتشطب x مع x يبقى فاضل لك 5. 3 قسمتها على الاكس وبعدين الليمت بتاعتها كان حطيتها بزيرو ماشي. 9x سكوير خد بالك اللي يخش بيت السبع ايه يا اما يقتله يا اما يعضه. 9x سكوير انا هقسمها على x سكوير. انت دخلت بيت السبع انت دخلت تحت السكوير روت. الاكس بره تعتبر اكس سكوير تحت الروت لو سمحت ركز في الحاجات دي. ولو كيوبك روت اصلا كنت كان زمان ساعتها ايه اقول اكس كيوب. المهم 9x سكوير قسمتها على x سكوير والنتيجة بتاعتها 9 وزي ما هي مكانها تحت الروت. نيجاتيف 2 قسمتها على x سكوير وطبعا دي بحطها بزيرو على طول. بس امسك بقى النتيجة النهائية كامل اللي فوق 5 كامل اللي تحت روت 9 اللي هي تديك 3. نخش على الاكزامبل اللي بعده اللي هو 46. ما شاء الله الراجل ده مفتري. حط لي هنا فورس روت فوق وحط لي كيوب حط لي كيوب روت تحت عادي مش اشكال ما بنخافش. احنا بنقول حاجه بسيطه تعالوا هنا تحت بالنسبه لل اللي هو الفورس روت هنقسم على اكس باور 4 وتحت هنقسم على اكس باور 3 تمام. ليه بقى اقول لك انا ليه. لما انت بتقسم خد بالك اهو عندي كام ترم كان عندي 3 كلهم اتقسموا على x power 4. كم ترم دول 2 كلهم اتقسموا على x power 3. واحد هيقول لي برضو يا مستر انت بتقسم power 4 و power 3 خلاص. حبيبي ال x power 4 اللي فوق دي محطوطة تحت ال force root يعني لو طلعتها برا تبقى x. ودي x cube تقسمها لو هتطلع برا انت عندك هنا cubic root هتطلع برضو بx. يبقى انا قسمت فوق وتحت على اكس انت مش واخد بالك انت اللي صحصح. طيب هنا النتيجة فين دول يا باشا هيدوك 1 وطبعا تختصر انت الايه الحاجات اللي اتفقنا عليها يبقى 1 و 2 اوفر اكس 1 اوفر اكس باور 4 وهنا 5 على اكس سكوير ماينس 8. كل الدوشة دي حطها لي بزيرو بس 1 اوفر 8 هي اللي قعدالك 1 اوفر 8 ال 1 يطلع بره يبقى 1 دي نيجاتيف 8 دي نيجاتيف 8 يبقى المفروض النتيجه بتاعتها كام تطلع بره تبقى نيجاتيف 2. خد بالك في غلطه في الاكزامبل انا اسف المفروض هنا تكتب مش هاف بقى يبقى نيجاتيف هاف.